صباح الخير. هذا اليوم رقم 21 في هذه الرحلة. هذه هي البلاصة اللي ناس فيها اليوم. وصراحة اليوم مش بعد الناس، ما كاينش الريح بزاف بالليل. البارح كان الريح ما خلانيش الناس. المهم هذه البلاصة هذه كاينه بين تنلج وإيضاق نظيف. تنلج هي اللي جيت منها، الباب هي اللي جيت منها كاينه في هذه الجهة هذه. واليوم ان شاء الله غنمشي لإيضاق نظيف، يعني غنمشي مع هذه الطريق هذه، ولكن هاد البلاصة هادي قريبة بزاف لإيضاق نظيف. من هنا لإيضاق نظيف كاينة 6 ولا 7 كيلومتر، يعني قريبة شوية. المهم دابا خاصني نفطر، خاصني نوجد شي حاجة نفطر بيها، ومن بعد نبدا نجمع الحوايج ديالي باش نشد الطريق إن شاء الله. هاد البلاصة هادي وصلت ليها البارح، ديك الساعة الظلام بدا كيطيح، يعني قعدت 3 طونط في الظلمة، ولكن معليش. المهم شبعنا الناس، هذا هو المهم. يلا خرج دابا من ديك البلاصه اللي هي ناست فيها، وكما كتشوفوا قربت نوصل لواحد الدوار غنعمر فيه الماء حيت مبقاش عندي الماء، ومن بعد غنكمل الطريق. بالنسبه للجو، الجو زوين ولكن كاين شويه ديال الريح. كما كتشوفوا السماء مغيمه، يعني الجو ديال الشتاء صراحه توحشنا الشتاء، الله يرحمنا. هذه هي الطريق اللي جيت منها البارح، نكمل نيشان. اذا بغني ضيف قربت توصل ليها. الطريق كلها فيراجات عاوتاني، يعني خص ضروري تختص. هذا الطريق ديال الرجل، الشجرة ديال الخروب. كاين الخروب هنا، كاين حتى اللوز. هادي ديال اللوز، هادي عمرت الماء في هاد السخايا هادي، كاينة في الدخلات ديال الدوار. مازال موصلتش للدوار ولكن ها هو قريب. قرب دابا نوصل لإيضاق نظيف، أول فيلاج، فيلاج إيضاق نظيف. المهم غنمشي نتغدى فيه، وغندير تليفون تشارجا وباور بانك تاعو،
نشوف الا كاين شي طريق اخرى مختصره هنا ندوز منها الى هي هذه. هي الطريق المختصره الخميس اذا كنا ضيف يكون عندهم السوق نهار الخميس. عندنا في الدخله ديال الفيلاج هذه هي اذا كنا ضيف. المهم خاصني دابا نقلب على شي قهوه شي واحد كيدير الماكله باش نتغدى ونستريح واحد شويه. خرجت دابا من فيلاج اذا كنا ضيف المهم تغديت الحمد لله قد داكشي اللي خاصني. دابا انا شاد الطريق واحد القصبه كيقولوا لها قصبات تيزورغا واحد القصبه واعره زوينه بزاف غتعجبكم ان شاء الله. المهم اذا كنا ضيف حسوب على اقليم اشتوبا اي تبارك. وهذه هي الطريق كاين الريح بزاف يعني غيكون مشكل في الصوت. شوف الى كاين الماء في هاد السقايا عمر فيها القرعه. قرب دابا نوصل للقصبة تيزورغان ها هي دا واحد الديكور واعر ولكن من هنا كتبان عادي وكتشوفو السما مغيمة شكون فيها الشتا كاين الريح كاين الريح بزاف. هادي دابا السبعة خاصني نشوف شي بلاصة فين نخيم حتى الغدا ان شاء الله. وخا الصراحة التخييم صعيب في هاد الجو كاين الريح بزاف وشتا بدات كتنقط ولكن الله يدير شي تاويل لخير. المهم غنشوفو كيفاش غيكون البلان ونشوف فين غيكتب لينا الناس اليوم ان شاء الله. المهم خاص غير طيح الشتا واخا نتكرفس هانيه. المهم طيح الشتا خاص بطي زوج كنقرب نوصل ليها. هنا دابا قدام قصبة تيزورغان المهم غنشوف شي بلاصة هنا شي بلاصة مزيانة ومضرقة على حساب الريح باش نخيم فيها حتى الغدا ان شاء الله. غدا ان شاء الله غنحاول ندخل قصبة تيزورغان المهم غنشوف واش ممكن ندخلو ليها ولا لا. الريح مجهد بزاف ولكن هاد البلاصة هادي مضرقة شوية. المهم هادي هي البلاصة اللي غنخيم فيها قدام القصبة كما كتشوفو فرشت لاطونج حيت ميمكنش نبنيها في هاد الجو هذا الريح مجهد بزاف. المهم الناس غير في صاك تكورشاج و صافي هادشي اللي كاين. صباح الخير هذا اليوم رقم 22 في هذه الرحله. يلا فقت صراحه شبعت نعاس الحمد لله واخا كان الريح كان مجهد بزاف ولكن نعس مزيان. بالليل كان البرد كان البرد ديال بصح ولكن بهذه الطريقه اللي درت ما كتحسش بالبرد. دخلت للساكو شارج وتغطيت بالبرش ديال لاطونت بالعكس فقت تحيت الجاكيطه عاد نعست عاوتاني.
المهم انا ما بغيتش نغامر بلا طونت، حيت الا ترسوا لي العواد خصني نطلع حتى لاكادير، حتى لديكاتلون في اكادير صافي، يعني ما كان ما احسن من هكا. بصراحه فاش كتوقع في هاد الظروف ما كتبقاش تفكر في الحشرات العقارب وداكشي، صافي كتوكل على الله كتنعس والحمد لله ما وقع والو. المهم دابا خاصني نفطر، خاصني نوجد شي حاجه نفطر فيها، ومن بعد نطلع قصبة تيزورغان. الجو دابا مكالمي، كاينش الريح مازال. المهم يلا دابا يلا عاد كالما الجو، وبلا كان الريح مجد ديال بصح. كما كنشوفو السما مغيمة عاوتاني، بالليل نقطات شوية ديال الشتاء ولكن هي نقطات هي شوية. ايوا دابا خاصني نوجد شي حاجة نفطر بيها. هذه هي البلاصه اللي نعست فيها اليوم، كما كتشوفوا المخده كنديرها في الحوايج ديالي. ايوا اليوم تغطيت بالباش ديال الطونت البراد، البراد هو كيتشحر تكون فيه الريحه ديال الدخان. فيلاج كاين هنا تحت هاد الجبل هذا، يعني بالضبط الدروج ديال القصبة. احنا دابا دخلنا للقصبة، المهم كتدخل ب 20 درهم، الا بغيتي تدخل كتخلص 20 درهم. الديكور ديالها واعر، البني القديم ماشي البني بالحجر، هادشي رائع. يا سلام، بزاف ديال الافلام ديال الامازيغ يتصوروا هنا في هذه القصبة. هذه شي زوين بزاف، يا سلام.
يلا سولت دابا السيد اللي مكلف بهذه القصابه وقال لي الناس ديال زمان كانوا ساكنين هنا، الديور كاملين كانوا ساكنين فيهم الناس، وكاين كاين المخزن في الوسط. دابا راه بعض الديور داروهم لي ميزون دوت، يعني الا بغيتي تبات فيهم كتريزيرفي، واقيلا كتريزيرفي بار انترنيت، ولكن عندها الديكور واه زوينه بزاف. داكشي قديم. يقدر هادو هما لي ميزون دوط هاد البني، هذا بني جديد. هذا هو الباب ديال القصابة. لا عاون القصابة واعرة زوينة بزاف رائعة، نصور فيها الأفلام الأمازيغية. الشهر جوج اللي داز تصور فيه واحد الفيلم فرنسي، فيلم سينمائي. هذه هي الطريق اللي جيت منها البارح، هذه كدير الايتباها وهذه كدير التفراوت. انا دابا غنمشي مع الطريق هذه، ولكن ما غنمشيش لتفراوت، غنمشي لواحد البلاصه سميتها يغرم، محسوبه على اقليم تارو الجانت. وقف دابا طرف هذه البلاصه هذه، ومن بعد غنكمل الطريق، طريق الاغرم. اغرم بعيده ب 104 كيلومتر. المهم غنشوفوا شحال من نهار غنديروا فيها وكيفاش غدوز هاد 104 كيلومتر. كما كتشوفوا الريح، الريح مجاد بزاف، ما بغاش يسال. هذا وقيله شي بير، المهم نشوفو الى فيه الماء نجي نشرب. طفيه هادي، ولكن الماء كيبان ليا موسخ شويه. كما كتشوفوا الطبيعه هنا شبه صحراويه قاحله. المهم كاينين الرعاة الرحال هنا، كتلقاهم دايرين الخيام ديالهم في جنب الطريق. المهم كيبعدو شوية على الطريق كيما كندير تا أنا. جبال الكسترا هما فين كاينين، الجهة الأخرى كاين التفراوت. نشوفو شنو كاين هنا. هادي مطفية ولكن رابت، هدا واقيلا شي بير. فيه الماء ولكن الماء بعيد. ما عرفتش شنو كاين هنا، المهم ندخلو نكتشفو. قبر جماعي لشهداء الغارة الجوية الدموية التي شنها الاستعمار الفرنسي على سوق الجمعة الذي كان ينعقد بها بهذا الموقع، وذلك يوم الجمعة 20 ربيع الثاني 1350 هجرية الموافق 14 تنوير 1931 ميلادية، والتي خلفت العشرات من الجرحى والشهداء والذين تم التعرف على الشهداء الآتي أسماءهم، هم الأسماء ديالهم الله يرحمهم. هذه مقبرة جماعية. رحمة الله عليهم جميعا. يعني داك البير اللي شفنا قبيلة ديال داك السوق، داك السوق اللي كان هنا اللي ماتوا فيه دوك الناس الله يرحمهم. يلا تلاقيت دابا مع واحد السيد هنا في الطريق، سولتو قلت لي واش كاينين الحوانت هنا في جنب الطريق، قال لي راه كاينين جوج. دابا قرب نوصل لواحد الدوار مازال ما كيبانش. المهم البارح ملي كنت في الفيلاج اذا كوني ضيف،
قديت داكشي اللي خاصني، ولكن نسيت اهم حاجه، نسيت ما تقديتش الخوت. كنتمنى نلقاه في هاد الحوانت هادو اللي كاينين هنا. المهم نشوفوا على الله يكون خير. والضغار دز دابا على جوج ديال الضواب، ولكن ما كاينينش الحوانت، ما كاينينش اولا غير سادين، وين ما بانوش ليا. واصلا خاصني غير الخبز، عندي كلشي ومازال باقي عندي شويه ديال الخبز. المهم راه قررت عاوتاني ندخل لواحد الدوار واحد اخر، نشوف الا كاين شي حاجه، الا ما كايناش نقضي بعد شويه ديال الخبز اللي عندي حتى الغدا ان شاء الله. يلا خرج دابا في واحد القهوه في هاد الدوار هذا. المهم تغديت فيها، الغدا مع 6، دابا راه 6:30. خصني دابا نخرج نبعد على الدوار ونشوف شي بلاصه نبات فيها حتى الغدا ان شاء الله. السماء مغيمه ولكن الجو هو هذاك، مكاينش داك الريح بزاف بحال البارح. ايوا غنشوف فين غيكتب لينا، فين غيكتب ليا الناس اليوم ان شاء الله يكون خير ان شاء الله.